وأنا مش بقول حكاية، أنا بقول لكم وقائع. كنت أنا نائب مدير المخابرات في 2009، فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الأمني في سيناء، وأنا بقول الكلام ده لكل المصريين وللضباط الصغيرين اللي موجودين فوق وحتى للضباط الشرطة كمان. فكان ما بقولش سر ولا حاجة، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الأمن الوطني ساعتها أو كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين إن خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدولة يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكلة كبيرة موجودة في سيناء، وكانت المشكلة ديت يعني ان اللي موجود هناك الكتلة اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطة، لازم الشرطة والجيش تتدخل عشان تحل المسألة ديت. ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده، والقوات بتاعت الجيش موجوده على الخط الف بس يعني. وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامره بابعادها الكامله في 2011، والناس مشغولة في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات، كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كانت خلاص بقى نتيجة التعدي ده، بقت الأمور خارج السيطرة. الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير إن احنا ندخل بقوات، عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني، الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجودة قد ايه ونسقوا معانا يعني.
واستمرينا من الوقت دوت لغاية يمكن لغاية دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك.